عزيزه باشا لما ربنا يكرمك وتخرج ابقى تاخدني معاك واعتبرني واحد من رجالتك. انا واد جدع قوي يا ابني. ايه اللي جاب سيره الخروج دلوقتي؟ مش انت ايه اللي بنفسك ان هم عايزين يرزعوني هنا جنبكم؟ تبقى نصيبه يا باشا لو احنا خرجنا قبليك. نجوع يعني يا باشا؟ بقول لك يا شعلان. امور يا ريس. انطر انت دلوقتي. اه بقول لك. اوامر يا ريس. لا لا خلاص روح. اه حكايه الفقرات دي بقى تعبتني مؤخرا. الدكتور كان قايل لي الكلام ده من زمان. ما انت شايف برضو حتى الاكل كمان نقصت. سبب ايه؟ اللهم صل على النبي. متجمعين عند ابو فاطمه بامر الله. ازيك يا عبد العزيز؟ اهلا يا باشا. سمعت انك عايز تخرج. اخرج ولا انت مالكش كيف تخرج يا باشا؟ هو في حد هنا مالوش كيف يخرج يا زيزو؟ اهو قال لك دودو. الخروج مش من لا 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 لا. اسمع بقى بيه، انا مش من رجالتك ولا من رجالة غيرك. انا بدراعي والعبد لله هو اول واحد ينزل المباراة مصر، وانت عارف كده كويس. هي غلطة واحدة في حياتي نسيتها ونسيت ناسها. انا هطلع من هنا يا باشا وهقلب عيشي مني لنفسي. البلد ظروفها اتغيرت يا ابني، سواء سياسيا او اقتصاديا، مبقتش زي الاول. وانت محسوب علينا ومش هيسيبوك في حالك. لا انا مش راكب معاك من اول الخط، دي يا دوب نص محطه. وبعدين يا باشا انا مش محسوب عليك ولا على غيرك والدليل اهو. انت بالابيض وانا بالازرق، انت محبوس في غرفه فندقيه وانا مرمي في زنزانه الغلابه. ما تنساش يا باشا ان انا كنت معارض شرس. مؤاخذه يا باشا، كان مشترك الترنج. إذا كنت أنت صدقت نفسك فهم ما صدقوكش، بدليل إنك هنا. خلاصة الكلام، أنا طالع وأشوف مصلحتي وأدور تجارتي في حالي، ويا نحلة لا تورثيني ولا عايز عسل. يلا بينا يا باشا. وبعدين بس يا سيدي، أبو الواد أبو رجل كبيرة دوت راح للأطفال، فالأطفال دول إيه بصوله قوي كده، قال لهم أنا بعرف أعمل كل حاجة أحسن منكم وبعرف ألعب أحسن منكم. فقام بقى إيه واد كده مفعوص كده طلع له، لا أنت ما تعرفش تعمل حاجة. فقام الواد بقى كده سويد قال له طب تعرف تجيب لنا العفريت؟ قال لهم آه طبعا اعرف اجيب لكم العفريت ابو عين حمراء. فقام بقى الواد ابو رجل كبيرة ده طلع يجري يجري، طلع على الجبل وراح مستخبي ورا بيت العفريت. بص كده بقى لقى العفريت طالع من بيته وعينيه حمراء وهو واقف له كده من بعيد. بس بص يا زيد. ايه؟ طب ينام يا حبيبي. لا 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 زيد كملي. بعد ما العفريت استخبى ورا البيت عمل ايه؟ اه بس يا سيدي، بس اما بقى ايه، اما الواد ابو رجل كبيره بقى استخبى ورا البيت ولا العفريت بقى بعين حمرا جاي من بعيد، فراح هاجم عليه ابو رجل كبيره ده الواد، راح ضربه ببطنه، راح موقعه، راح حطه في الشوال وربط الشوال، وراح يجري 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 عشان يجيب حته من النار. وساعتها كل ما يجي يرجع يلاقي النار هبت، كل ما يجي يرجع يلاقي النار هبت.